خاطئه من الحارس حماد اللانقيب، ترجع الكره ايفواريه من جديد للمنتخب الفيلة، يحاول التقاطع والكره للمنتخب الايفواري، وحماد اللانقيب موجود مره اخرى، ممتاز التصدي من النقيب وترجع عكس الهجمه المنتخب المصري، ولا اكيد ثم المخالفه، ثم المخالفه للمنتخب المصري. قاعد نشوف اللاعب محمد سردو، اكيد حكينا على الحكام متوغو في المباراه تاع اليوم، ياو ماسوما وكوكو اجيسون، ماهوش كوكو طبعا البنيني اللي نعرفوه في كره القدم، لكن ان شاء الله كوكو تاع اليوم يكون خير من كوكو تاع كره مش القدم. عارف احساس ان هو يكون كوكو تاع كره القدم. اكيد نتابعوا المباراه، حتى المنتخب المصري ربما مش في حاجه لهدايا الحكام، لانه عنده لاعبيه كبار، عنده ينجم يقدم مردود كبير، ينجم يتغاضى على الاخطاء تاع الحكام، لكن في الاخير اذا كانت تحط الكره في الشبكه ما عندك حتى خيار، الحكم ينجم يعلن على حتى هذا الانذار، اكيد تتوالى الانذارات ومن بعدها تكون الاقصاءات بدقيقتين من جانب المنتخب الايفواري. ايضا نحكيوا على الاقصاءات للمنتخب المصري، شفناه البارح خرج في اكثر من مناسبه رغم انه المباراه ما كانتش صعيبه، والاقصاءات دقيقتين ممكن تاثر اكيد على المردوده تاع اللاعبيه، مردوده المنتخب، ترجع الكره للمنتخب المصري، محاوله الدخول من جانب المنطقه، يمشي احمد ابو الفتوح ويربح المخالفه احمد ابو الفتوح في توقيت تقريبا 10 دقائق لعب، مازال المنتخب المصري متقدم 6-5، ترجع الكره للمنتخب المصري، محاوله ايجاد الثغرات من جانب في دفاع المنتخب الايفواري، وهذه الكره وثم ضربه الجزاء يظهر لي اكيد.